شو احنا نسميها يعني عتفة اتيكيت معين. نعم اتيكيت. وبالمناسبة للمعلومات معظم هذه السنين فتيات يمتازن برشاقة يعني أنا مسوي في الدراسة كاملة. نعم. نادرا ما تلقين واحدة من المواد 77 أو 89 سمينة أو كذا. معظمها رشيقات. نعم. وهذا الرشاقة تيجي من بسبب يعني بسبب حبها لأمور حياتية كثيرة. هي مو راديكالية. دائما مودرن. تتفاعل مع الحياة بشكل تحب. نعم. الأضواء، تحب الحفلات، تحب الطلعات. ما تصرف على غيرها. يعني اجتماعية. بس تصرف. تحب الأضواء، ما دام تحب الأضواء تكون اجتماعية. نعم تحب الأضواء، وممكن كثير من غيرة واستفزاز كثير من النساء. هي هاي المواد بالذات بسبب الاتيكيت مالتها وبسبب الجاذبية والرشاقة واهتمامها بالملابس والهندام والأناقة. نعم.